خوتي عافاكم، اي واحد بغى يقلب في الارض يحرك شي حجره ولا شي حاجه يرد البال. يعني كما تشوف معنا هذا العقرب هذه سامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوتي خواتاتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الاخوان، يوم من يوميات راعي الغنم بأطلس المتوسط، تبارك الله اللهم بارك. هادي الاخوان الخرشف البلدية، هنا تبارك الله في هاد الفدان الاخوان موجودة تبارك الله. الحمد لله بهاد الشي واللي طاحت مؤخرا تبارك الله، راه عاد بدات تتخرج هنا كيما تتشوف معنا، مازال صغيرة. الناس ديال المنطقة هنا يعني قالوا لنا بالنسبة لهاد الوقت هادي تيكونوا هما شبعانين خرشف هاد الوقت هادي، ولكن الحمد لله خا تعطلات شوية الشتاء الحمد لله، الله يدير الخير. هنا كيما شفتو تبارك الله كتيرة صراحة الإخوان، أنا ما أول عام نشوفها كيفاش تتنوض هو هاد العام هذا، خرشف في البلدية والله ما يسر. هو الإخوان إن شاء الله فلوك ديال اليوم البلاد هادي ان شاء الله نحرتوها. هنا كما تشوفوا التراكتور تبارك الله راه تتقلب هاد الجناب هادو تبارك الله ما شاء الله. هنا كما تشوفوا معنا الاخوان حنا نزرعوا فيها الشعير ان شاء الله، ونقسموها على جوج، واحد الجهه نديروا فيها الشعير وواحد الجهه غادي نخليوها باش نديروا فيها فويليه ان شاء الله. الاخوان خاصه تشوفوا الارض محجره شويه، ولكن هذا الحجر هذا ماشي داك الحجر اللي نابت، حجر دغيا دغيا ان شاء الله تيتحيد ان شاء الله. غادي نشاركوا معكم فاش غادي نجمعوه والله ما يسر. بالنسبه لهذا الحجر الصغير هذا راه ماشي مشكل، هذاك الكبير غادي نردوه غير الجناب، والمويه ان شاء الله راه غادي نخرجوه والله ما يسر. تبارك الله عليكم الاخوان، نخليكم مع تتمه الفيديو. We'll be right back.
هنا الاخوان بعد ما تنهزوا في الحجر، يعني صراحه الاخوان هذه ماشي الاولى ولا الجوجه كما تشوفوا معنا بعقرب الاخوان، كما شفتوا معنا الاخوان صراحه كثير هنايا، والواحد الحيطه والحضر صراحه الاخوان الواحد يرد البال. الحمد لله كاين اللي قاتوا هذه، ولكن الواحد يرد البال كما تشوفوا راه هزه شوك على السماء، ولكن صراحة احنا اللي قلبنا عليها ماشي احنا اللي حيدنا الحجر. الحمد لله الاخوان نقصنا شوي ديال الحجر تبارك الله كما تشوفوا. بالنسبة لهاد الكبرى الاخوان تردوهم الجنب وتدوز التراكتور الله يدير الخير. الاخوان الحمد لله راه كملنا الحرث، قدنا غير شي جوج خطوط هنايا كما تشوفوا، راه يعني الحجر نقيناه الحمد لله واحد النسبه تقريبا ديال شي 50% نقيناها الله يدير الخير الحمد لله عليها. هنا الاخوان بلا تبارك الله هي هذه، ان شاء الله الاخوان مازال غادي نشاركوا معكم فاش غادي نزرعوا ان شاء الله الفويليه، ونتمنوا من الله التيسير. اخوان وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم فلوك البلاد. الاخوان اللي حرطنا هي هذه اللي تتبن لتحت كما تشوفوا، الربيع يعني عاد جاي مازال ما كاينش شي شبعه، ولكن الحمد لله راه شاده شويه الربيع الغنم والله يدير الخير الاخوان. نتمنى يعجبكم فلوك، بالنسبه للناس اللي تفرجوا فينا ما ينساوش يخليو لنا بصمه ديالكم. تحياتي للجميع، اخوكم راعي الغنم بالاطلس المتوسط يحييكم.